تجهيزات مثلا الحلويات ال 10 كيلوات اخذت 5 كيلوات اقل لانه بسبب ارتفاع الاسعار يعني بسبب ارتفاع الاسعار عن طريق الاستدانة يعني ومشينا حالنا عن طريق يعني تعرف انت يعني السنة الماضية أنا من 10 رمضان كنت مجهز أمور أولادي وعائلتي بالكامل لكن لحد اللحظة لا والله لسه ماني مجهزهم يعني غلاء وشوي حركة العمل صايرة ضعيفة بالبلد ما في مورد عند البشر وغلاء قلت لك غلاء كثير يعني موجود بالبلد حضرنا أو جهزنا للعيد وكان الأمل أنه العيد يعني هذه السنة الحركة تكون أحسن أفضل من السنة اللي قبلها لكن تفاجأنا أنه الحركة سيئة جدا يعني ما كان متوقعين أنه هيك تكون الأقبال سيء بالنسبة للأهالي يعني حركة البيع والشراء نحن كأصحاب محلات تجارية يقول لك سيئة جدا 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 يا أخي يعني العيد هذا كان الدولار غير الدولار فاشتكوا من أسعار أنه على سعر الصرف الليرة السورية فإذا تيجي للدولار هو اللي الطقم اللي كان حقه 20 دولار هذاك العيد حقه 20 دولار بهذا العيد يعني ما اختلف شيء بس أنه العيد هذا كانت مثلا 20 دولار تعمل 100,000 مثلا العيد هذا بتعمل 280,000 كل سنة بعد سنة الأمان عم يزيد أكثر بالبلد وحركة شراء الضيافات والإقبال على العيد الحمد لله مقبولة للأسف هون نحن منطقتنا زراعية بالنسبة لمدينة رأس العين يعني اعتماد الكلي المادي بهالمنطقة على الزراعة للأسف الشديد السنة الماضية صار في تسعير بالحنطة بخسوا الناس أشياءهم صار في تسعير للحنطة صار سعر جائر للناس ايه العالم شوي شد يعني شد عليها الامر للاسف يعني الشديد الحمد لله رب العالمين الوضع مقبول يعني ولكن السنه الماضيه كان الاقبال اكثر يعني